عايزين اصدقك ازاي؟ صدقك ازاي وانت رحت له بنفسك؟ انا ما كانش عندي اي اوبشن تاني. طارق وقف جنبي. اقف جنبك؟ ماشي. اخش السجن مكانك ولا اخش اقول لهم ان انا ضربته؟ لا اخش اقول لهم ان هو كان بيعاكسني. اقول لهم ان هو كان بيطاردني يا طارق. ننسى انت حطيتني في موقف لغايه دلوقتي مش عارف اعمل فيه ايه. ازاي ارجع اوري له وشي اصلا؟ لا وكمان في نفس اليوم اللي بيغير لي فيه الكارير بتاعه ويحطني في كارير تاني. انا عملت كل ده عشانك. انت بتهزري صح؟ بس انت بتهد كل حاجه انا ببنيها. انت ما بنيتش حاجه. هو عامل معاك كل ده عشاني انا اصلا؟ افهم ده. بص يا نانسي، الحاجه الوحيده اللي ممكن اقدر اعملها معاكي نخلي المحامي يشكك في قواك العقليه. Time table 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50. هفتح الباب وارجع اراجعهم لك. ماشي؟ ذاكري كويس. السلام عليكم. عليكم السلام. انا كنت عايزه حضرتك كده في موضوع صغير. يعني موضوع ايه؟ انا مش فاضيه لك. وبعدين انا ما اعرفكيش. هو انا بشحت منك ياما؟ تصدق انا غلطانه ان انت صعبانه عليا وانا شايفه جوزك بيستغفلك ويعرف واحده عليكي. تعالي تعالي. واحده ايه؟ ايه الموضوع؟ بس كده عليا. اعمل لنا بس كوبايتين شاي واحنا نقعد نتكلم للصبح. انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يا ابراهيم. ضحكتني. مش قادر اضحك ومش جرح في بطني برضه. مش عارف يا طارق. عرفنا ابراهيم ليه؟ ممكن اعرف نانسي كانت جايه لك ليه؟ طب ما تسالها هي. انا سالتها وقالت لي يعني ان حضرتك. قالت لي اقعد يا طارق. أنا هقول لك الكلام اللي ما كنتش أحب أبداً إن أقوله لك. مراتك كانت فاكرة إني محتضنك وبرقيك عشانها هي. أيوه هي قالت لي الكلام ده بس أنا طبعاً ما صدقتوش طبعاً. أنا أعذرها، مش أول مرة يحصل لي كده مع ستات. حتى أسأل دينا. آه فعلاً يا طارق، ده حصل وكتير كمان. فاكر لما كنت مسافر دبي اتصلت بيا لأول مرة وقالت لي الحقني؟ جريت عليها، افتكرت في حاجة. اتفاجئت بإنها بتعرض نفسها عليا برخص. قرفني. أنا آسف إن أنا بقول لك الكلام ده. انت لازم تقولي الكلام ده في النيابه يا باشمهندس. انا بفكر ده بعد اذن حضرتك. يعني مفيش داعي للنيابه والسجن والمرمطه. يعني لا لا معلش، بعد اذنك يا ابراهيم. طارق انت لازم تختار، يا تكمل مستقبلك في شركه الحراسات اللي انت شريك فيها يا اما تكمل حياتك مع نانسي. لا 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 ما تبقيش قاسيه عليه كده. طارق جايز لسه بيحبها. مش احنا اللي اخترنا نحطه في الموقف ده، هي اللي عملت فيه كده. يبقى لازم يطلقها وفورا. مفيش حل تاني غير الطلاق. ابراهيم ليه؟ انا هطلق نانسي. ابغض الحلال